السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى أن هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال كما العادة. شكرا جزيلا تعليقكم الأكثر من رائعة. الفيديو نتاع اليوم إن شاء الله غيكون فيه واحد وجهة نظر، واحد نصيحة واللي أنا براسي نصحوني الناس بها والحمد لله كندير بها وناجحة بها في الحياة ديالي وكنوصلها لأخواتي باش ما تخربوش البيوت ديالكم. واللي جاتني الفكرة أن الأخت حنان كتبت لي في التعليق أن الحمد لله الحمد لله بفضل الدعوات ديالنا والله سبحانه وتعالى أكيد وفقها، وكان باقي كان باقي واحد العشرة، باقي واحد العشرة تستمر مع الزوج ديالها راه تجمع الشمل، لكن أنا نصحتها بأن الأمور تكون بالقواعد ديالها لأن راه عام هما مفارقين، راه هذيك المدة ملي كتهدك راه عاود يشوف الانسان تم المنظور الديني وداكشي. قالت لك لا راه حتى الزوج ديالها راه حتى هو قال لها غادي يجيب حبابه وغادي يديروا صدقه يوم الجمعه غدا ان شاء الله، الله يبارك ليهم والله يستر لهم، غايديروا صويديقه هكا صغيره بيناتهم زعما، وغادي يعني بحال رجوع ما اصلا ما مطلقاش الوراق. اللي بغات تعرف القصه بالتفاصيل تمشي للفيديو اللي فيه اللي ما قبل الاخير اللي فيه جدول الاكل وفيه بسبب وصفه تشتتت حياه اسره وما كانتش مبالغه في العنوان، فكانت داك الوصفه ولا داك علاش ناض داك الصداع واحد النقطه كي كنقولوا لك كتفيض الكاس. شوف ملي كيوصل الانسان انه كيدابز وكينوض واحد المشكل كبير والسبب كيكون بسيط، راه ماشي داك السبب هو اللي كتقولي هو ما كان والو السبب، راه كاينين تراكمات اللي كتكون جامعهم المراه وكيكون جامعهم الراجل، وكتجي غير السبه اصلا معظم المشاكل تاع الطلاق اللي يعني المشكل فوقاش كيطرطق فاش كتجي كتلقى كي كنقولوا حنا المغاربه الكنازه حاميه ولا الكنازه كبيره والميه فار، راه ماشي الكنازه كبيره والميه فار، راه تيكون الانسان عنده واحد الضغوطات واحد التراكمات هي كتجمع من جهته شنو كيدير ليه شنو كيدير ليه هو كيجمع من جهته، كتجي واحد السبه وتيتفرقع ومني كيتفرقعوا ما كيتفرقعوش بواحد الطريقه حكيمه، وهو شنو كيخلي الضحايا رقم واحد هما الاولاد. اما الراجل راه غاب امكانه يعاود حياته والمراه بامكانها تعاود حياتها، لكن شكون اللي كيبقى في الوسط يعني هكا وهكا، وكاين هادو اللي كيطلقوا بداك الطريقه ما فيهاش واحد الحكامه واحد الرزانه، اما كاينين الناس اللي ولدوا الاولاد ووصلوا لواحد الطريق مسدود يعني صافي ما بقاتش تيخدموا عقلهم تيقولوا غنبقاو كنتعاملوا مع بعضياتنا. قالك وسرحوهن بمعروف، يعني كداك المعروف ما غنساوش داك المعروف، ولا تنسوا الفضل بينكم، الله قال لنا في القران ولا تنسوا الفضل بينكم. هذا الراجل ولدت مع الاولاد ما ولدتهمش بلا انترنيت، راه ولدتهم كان واحد الحضن، كان واحد التعناق، كان واحد الحياه، كانت واحد الحميميه، كان واحد مجموعه تاع الاشياء باش تولدوا داك الاولاد، يعني ماشي غير جاوا تولدوا، راه راجلك هذا راه كلينا انا وياه، راه شاركنا كما كنقولوا الدم الاولاد، وكيكونوا مشاكل اخرى، ولكن ما كنسى لا تنسوا الفضل بينكم. الانسان تلا بغى يتفارق يتفارق بواحد العقل وما يتفارقش حيت انا كنتفرج القنوات وغادي يقولوا لي. واحد الاخت كتبت لي قالت لي اختي انا راه كنحاول دابا نجاوبكم من خلال التعليق، انا ماشي مستشاره ماشي طبيبه نفسيه، لكن واحد الانسانه اشتغلت في هذا المجال، اشتغلت طلب خضوره بيرسونيل بيولينسيا دي خنيرو مده سنتين وتوقفت لاسباب اسريه اسباب نفسيه ما عجبنيش داكشي لان صعيب بزاف. انا كنت غير مرافقه بمعنى انك كتشتغلي مع ناس اللي كتكون في وضعيه نتاع غالبا الطلاق، كتكون بيناتهم العنف يعني العنف الاسري بين الجنسين يا بيولينسيا دي خنيرو تيكون في المنازل، وانا كانوا كيعيطوا لي بالنسبه للنساء العربيات اللي ما كانوش كيفهموا اللغه، كنت كنمشي كنترجم ليهم كنمشي معاهم كنرافقهم في مسائل تاع الطلاق، الا دخلت عند البوليس نمشي معاها، الا دخلت الادارات نمشي معاها، الا دخلت عند اي مكان كنت كنمشي معاها كمرافقه الى وحلت. وخلاص ملي كتوصل للمحكمه المحكمه كاع كيجيبوا لك مترجم اللي كيكون مع المحكمه كي هذاك. انا كنت هذه هي طلب خضره بيرسونيل، كتكون ماشي هي طلب خضره سوسيال بيرسونيل، كتكوني مع واحد الشخص، ولكن واخا كانت الحمد لله كانت يعني مزيانه مبلغ مزيان سمحت في داك الخدمه كما قلت لكم لانني بغيت بزاف ديال الاسباب بزاف ديال الاسباب، ماشي هذا هو وقتها يعني عارفه شنو هو الطلاق، عارفه شنو هي اجراءات الطلاق بالخصوص انا في اسبانيا، عارفه معاناه المراه المطلقه، وعارفه ان بزاف النساء اللي ندموا 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 ندم شديد انهم ما زادتش يعني ما يعني تسرعات الطلاق. كانت كتقول لك هذا الشيء راه في اسبانيا اللي الدوله كتعطيك الحقوق، كاين مطلقات ملي كتطلق هنا بعدا في الباسك ديالنا ملي كتطلق المراه كتشد 7 مليون حتى 10 مليون، هذه كتعويض نفسي كيعطيوها لها. تخيلي ومع ذلك انا صادفت عيالات اللي ندموا
ندموا رغم انك كدير لها خلصه وداكشي وندموا. وكاين عيات لي كتقول لك الحمد لله اختي غير ما يعطيني حتى حاجه غير نتفك غير نتفك. فاحنا هنا ماشي دعوه للاستمرار على العنف هذا الفيديو، وماشي دعوه لهذا نطلقي بسرعه. الانسان خصو يكون عنده دماغ ويكون عنده واحد الحكامه كما قال، باش غنعرف راسي. بحال واحد الاخت اللي قبل قالت لي اختي انا ما عادش راسي واش نستمر مع هذا الراجل ولا ما نستمرش، حيت نهار على نهار كنحس بضغوطات كنحس شوفوا هنقول لكم هذا هو المشكل الحقيقي. المشكل الحقيقي اليوتيوب اخطر ما كاين، التواصل الاجتماعي اخطر ما دخل البيوت، واخطر ما كاين على مجموعه تاع النساء اللي ما كتخدمش عقلها. قد ما هو مفيد، قد ما كتدخل واحد الاخت تقول لي اسماء استفدت منك واستفدت من داك القناه والله يجازيكم بخير، وهذه وراتني قد ما كاينين قنوات اللي كتلعب لك بالدماغ ديالك اللي كتخليكي وانت كتجيب لك بالك كتقولي لا عادي عادي اختي انا ما ما ما, ما كياثرش فيا داكشي انا غير كنتفرج. غير كيجيب لك بالك غير كيجيب لك بالك، وكان ما كياثرش ما نتسماوش مؤثرين، حنا كنأثروا في النفوس. وانا هادشي ما كنتش كنعرفو قبل، لكن من بعد استمراري في اليوتيوب واحد المده لقيت بان تيكون عندك واحد التاثير كبير على الشريحه نتاع الناس. لهذا الانسان حنا كيوتيوبر خصنا نخافو الله ونعرفو اش كنشرو، وانت كمتلقيه خصك تعرفيني من تستمعي. وهذا كما كنقول لكم دائما داك الشخص اللي غنصحني نصيحه واش منطبقه عليه. دابا كاين قنوات كما قلت لك اللي كتبين راسها مرطلق ولا فنا طلقات رجعت زوينه عايشه الحياه الطوموبيل بخير، كتقول ما عندك ما ديري بالراجل. معظم صدقيني شو اسماء كاينين اسماء معروفه، حنا ما جايش نهضروا في الناس ولا معظم اللي كتقول ما عندك ما ديري بالراجل هذه ما عندهاش وازع ديني اول حاجه، لان ما عندهاش وازع علمي، ما عندهاش ثقافه. لان كانت انسانه مثقفه غتعرف ان اي مراه اي مراه على وجه الكره الارضيه واي شخص كيحتاج سند، كيحتاج مرافق نفسي وجنسي ومجموعه تاع الاشياء. شكون اللي كيخلي المراه انها صافي ما كتبقاش باغا ما بغيت لا باغا لا راجل؟ ولا هو المشاكل والضغوطات. كتقول لك انا كتلقاي واخا كيتوفى الزوج ديالها اولا كتطلق كتقول ما بقيتش بغيت نعاود حياتي، ولكن هذا ما كيعنيش ان ما عندهاش واحد. كون كانت طاحت في شي سيدي ومولاي كانت غتكون فرحانه، هي كرهات حيت طاحت، عندها تجربه خايبه ما بقاتش باغا، عندها واحد الخوف من التكرار. كتقول كلهم بحال بحال، وكتشوف الواقع اختها امها المجتمع كلشي عايش نفس التجربه، الناس كتشكي في التعاليق. فكتقول لك انا اختي ما عندي ما ندير بحرق الراس. هذه المراه اللي كتكون عندها الوازع الديني راه كتلتهي بوليداتها وبخدمتها، تتكون كتخاف لها كتلتهي وليداتها وخدمتها. كاين عندنا واحد الصنف واللي هما كثر واللي كينصحوا كتقول لك اختي ما عندك ما ديري بالراجل وما غينفعكش وما عايشي حياتك، ولكن هي في نفس الوقت كتلقى عندها الصاحب كتقيل تخرج كتزها مع راسها الماكياج واللبوس وداك الشيء مبالغ فيه، كتحسي بان كاين شي حوايج. كتقول لك هي بحال اللي كيقولوا لك غير ما كيصرحوش بها، خصها تقول لك ما عندك ما ديري بالزواج، يعني سيري في سدي وديري اللي بغيتي، ولكن هي ما تقدرش تقولها حيت عارفه الا قالتها غادي ينزلوا عليها الراس. فكتقول لك ما عندك ما ديري بالراجل، ولكن ملي كنشوف حياتها ملي كنشوف حياتها كتلقاها مع راجل وجوج وثلاثه واربعه ولا ذكور ولا، وكتخرج. اي امراه في الوجود ما عندها الاحتياج النفسي والجنسي كما كنقول لك لراجل. حنا قلنا السبب فوقاش كتكرهي ملي كطيحي في شي جنس يا ربي ولا شي واحد ما كاينش شي ذكر شي واحد هذا كيكرهك في الرجال واللي جا منهم. كما قلت لك ف الاخوات الله يجازيكم بخير نعرفوا لي من كنسمعوا، ولا بغيت نعرف واش ندير خطوه ولا ما نديرش. كما قالت لي هذه الاخت هذه حنان الاخت هذه التاليه اللي في التعاليق كتبت قالت لك اختي حنان الله يسهل حنان صافي تجمع الشمل ديالها الله يوطل لها والله شنقول لكم الله يتاويهم مع بعضياتهم، وراني قدمت لها واحد النصائح بيني وبينها الله يسهل عليها ويجمع شملها مع الجميل ان الوليدات كانوا فرحانين فرحانين. قالت لي ما تصورتش ان الولاد قالت لي كانوا كيبانوا لي غير ساكتين ما مسوقينش لان كيتلاقاو باهم وهي راهما معاها، ولكن قالت لي منين صافي شافونا مع بعضياتنا قالت لي يعني واحد ردود الفعل لدرجه قالت لي واحد في الوليدات ديالها بكى بالفرحه. شوفوا يا اختي هذاك داك البكاء نتاع الوالدي بالفرحه يسوى الدنيا وما فيها، يسوى الدنيا وما فيها. هذو الامهات اللي تيفكروا يعني بعقلهم، لان شوف ملي كتجي الحياه وملي كتدخلي المؤسسه الزواج وكتفكري انك تولدي فراه ما كتبقايش مالكه نفسك بوحدك، ما كتبقايش ملك لنفسك فهمتي، كتولي بواحد المفهوم حتى ولادك راه اي قرار خصني نحكم دوري، لان ما بقاتش عندي دور فقط الزوجه ولا عندي دور الام
والام ما عمرها كدار وليداتها تقد هكا عليها قبل ما تولدوش. وفكري العام الاول ما نولدش، هذه نصيحه واخا بزاف ما وافقنيش هذه القضيه، نتزوج مع شي راجل هادو ونصحوا بها بناتكم، نصحوا بها بناتكم العام الاول ما تولدش. باش لا، لان عام راه غايبان لك بنادم كي داير، راه كيبان من العرس، راه كاين اللي كيبان من العرس غير كنبقاو نبغيو نغطيو عينينا، راه كيبان لك ملي كتسكني معاه ومع احبابه وكتشوفي داك ردود الفعل وكيفاش، واش كيساندك، واش راجل، واش كيدافع عليك، واش كيعرف يفرق ما بين حب الام وحب الزوجه، واش نقدر نتاكل عليه، واش كيعرف يجيب طرف الخبز، واش كيعرف يعاون، واش كيعرف، واش كيعرف، واش كيعرف. تما عام كافيه باش تهندسي بنادم وباش تعرفيه واش راجل ولا ذكر. اذا ما نولدش باش داك العام الا ما كانش هذاك السهل الطلق، سيري لداركم وبداي حياتك جديدة. ساعة نقول لك سيري بداي حياتك جديدة، ولكن مني انا غير دخلت فرخت الولد الاول والثاني والثالث وكاين الضرب والعنف والمعاناة ومازال زايده فيه، مازال كان ولد وكيساليهم لي انا، كيساليهم لي ملي كيبقى يقول لك لا والراس قالنا تكاثروا ويا عايشه في واحد هذا. اذا انا اختي انت اللي جنيتي على راسك، فالاخوات الله يجزيكم بخير ما تولديش على الدقه الاولى، وصلوها لوليداتكم بزاف. دابا اللي ولدات كتقول لك ولات واللي عطى الله عطاه وما رقيتش اللي ينصحني، اذا غادي نخدم عقلي. كيفاش غندير نخدم عقلي؟ هذه نصيحه، هذه قاعده غتمشي مع اي امراه. انا هاد الراجل ما عرفتش واش نستمر معاه ولا ما نستمرش، اذا غادي نجيب فيه هادي وفيه هادي وفيه هادي، وكيدير لي وكيفعل لي وكيترك لي والناس عايشين وانا وانا وانا. اول حاجه، اول حاجه ركزي على حياتك وحيدي من المقارنه. فلانه دار لها راجله وراجلي انا ما كيديرليش، فلانه اختي شوفي شنو كي كيتعامل معاه، واش كي ها انتم النماذج في اليوتيوب، شفنا الناس كيعطيوهم الورد وهما راه مطلقين، شفنا الناس راه كيحبوهم ويجيبوا لهم القلوبه وعيد الحب وما عاد شنو الطوموبيلات وكادويات وهما مطلق وهما راه كيطلقوا، فهمتي؟ يعني داكشي اللي كتشوفيه راه ما كيكونش دائما حقيقه. شوفوا صدقوني اللي كيتحبوا بصح وبنيه كاع ما كيبانوش في السوشيال ميديا، الحب الحقيقي ما كيبانش في السوشيال ميديا، راه كيتحبوا في البيوت ديالهم بواحد الحب اللي فيه الموده والرحمه، اللي فات درجة الحب اللي ولا فيه واحد الود وواحد الرحمة وواحد التعاون وواحد الشراكة وواحد فيه بزاف ديال الأشياء، فهمتوا؟ فالأخت اللي قالت لي أختي ما عرفتش واش نستمر ولا ما نستمرش، عندك حاجة بسيطة ديرها أي مرة، أي مرة تجلس ونحكم عقلي، نجيب ورقة وقلم، ندير كويز القهوة نجيب ورقة وقلم، وراها نقطع داك الورقة ونكتب هاد الصفات الإيجابية في هذا الراجل والصفات السلبية، لان اي واحد فيه الايجابي والسلبي. وكاين اللي شرير، هذوك النوع اللي خصك تمشي بحالاتك ما تزيديش نهار، كيكون فيه السلبي بزاف 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 بزاف، والايجابي يعني ما كترقايش او لا لقيتي كتلقاي واحد النسبه ضئيله. هذوك داك الساعات خذي القرار ديالك وخذيه بحكمه وبرزانه، ونسلح راسي بالخدمه وبالعلم وبزاف ديال الحوايج عاد باش ناخذ داك الخطوه، باش ما نبقاش نبكي ونقول تقهرت الله ياخذ الحق الله هذاك، ونطيح الارض ونكتئب وندوز داكشي لولادي، واش فهمتيني؟ ف نقبط ندير السلبيات والايجابيات. لقيت نكتب انا هاد السيد مثلا كيصرف، قاعد بشغاله بدارو مكسيه واكله شاربه، كيتعامل معايا مزيان يعني ما تيضرب ما تيعنف، ولكن في المقابل مثلا تيكمي، في المقابل بودينا تسمع الهضره، في المقابل في معور ما كيعرفش يهضر، فتما غتبقى لك انتي غتحكم عقلك، انت غتحكمي على عقلك. واش مثلا واحد ماشي رومانسي واش هذا سبب نطلق عليه؟ ماشي سبب، ولكن الا كان حيت حنا الازواج ما تيبغيش غير الرومانسيه، تيبغي السند، حنا ما خصنا شي ملي كتنضجي هتشوفوا داك الحب ولي كادو والكلمات وداكشي هادوك كيطلبهم البنيتات اللي مازالين 16 17 18 20 في العشرينات في داكشي كطلب، ولكن ملي كتبداي تكبري. انا فاش كنت في داك السن كنت كنقول غير يكون كيبغيني ويجيب ليا ويقول ليا، مع كانوا منتشرين داك ساعه بازيكار وافلام الهنود وداكشي، وحنا كنا انا كنت مولوعه بداكشي، داكشي ديال الهنود في داك العصر في الوقت ديالنا حنايا، وكان كيبان لك داك الحب الاسطوري. موراها جاو كملوا علينا، او المكسيكيين كانوا المكسيكيين والهنود، موراها جاو كملوا علينا التوارك صافي، هذيك صافي بديتي كتقولي صافي انا خصني واحد بحال هذا بحال هذاك اللي يقول لي ودي لي دير. ولكن ملي كتبداي تنضجي، وهذا هو النضج الحمد لله اللي كنطلبوا الله سبحانه وتعالى، الله يكبرنا في عقولنا ويكبرنا على طاعته. ملي كتبداي تكبري وتنضجي كتقولي انا ما محتاجاش الحب فقط، انا محتاجه سند، حيت السند فيه الحب وفيه كل شيء، وفيه هو داك المودة والرحمة. والله عز وجل في كتابه الحكيم شو قال لنا؟ قال
لنا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أسيدي أنا ما بغيت دبدوب، ما بغيت قلوب، ما بغيت ورود، أنا بغيت ترحمني. أنا من كون مريضة وعيانة والدار كتقلب والدراري كيغوتوا هزوا ولادك تكلف بيهم، انا ملي تكون الكوزينه مرونه ومريضه وعارفني انا معاك بنت الناس وديما قايمه بشغالي وكنقاد وكنصوب شحال من حاجه، واحد النهار ما هيش هرمونات مخربقين، عندي اكتئاب، دخل عايشه واحد مرحله العقص خلاتها السيده، عندي شي مشاكل في دارنا قاصوني شي حوايج بحال هكا، نفسيه مريضه، نوض اخويا وهادو هادي هما الموده والرحمه، نوض وطيب كما كان سيد الخلق، وهادي ما كتنقص لا رجولتك لا والو. الرسول عليه الصلاه والسلام كان كيدير المسائل ديالو الراس، واللي كانوا عنده ماشي واحد ماشي مرا ماشي جوج، واش فهمتوني؟ هادي الرحمه اللي الله سبحانه وتعالى قال من انفسكم لتسكنوا اليه. عرفتي شنو هي السكن؟ هي جايه من السكينه، نرتاح، باش نرتاح، فهمتي؟ شي واحد اللي خصني نرتاح معاه، خصني شي واحد سند، شي واحد من طيح كما قلت لك يرحمني ويودني، ولا كنت حدا الناس يعلي بيا، ولا بغى يعاتبني يعاتبني بيني وبينه، ما يطيحش قدري، ما يخرجني السوشيال ميديا يشوهني، ما يخرج المشاكل ديالي، ما يعاود لامه، ما يعاود لاخته، يعرف يفرق ما بين الحب الام والحب الاخ ديال الزوجه، يكون قوام عليه. هذا هو السند، كيخصكم تطلبوا سند ملي تبغيو تجوجوا، وصلوا هاد المفاهيم لولادكم. ما تقوليش لبنتك هذا، دابا نديرو ان شاء الله في موضوع على الامهات بدات كتغرش شي مفاهيم حتى في البنات. البنات نتاع اليوم كلهم اللي سولتيهم كيقولك ما بقيتش بغيت نتزوج، كلشي باغي اجمعي المال وسافري، هادو ما شعارهم، الشعار دابا ديال البنات نتاع اليوم كلهم اللي تحاورت انا معاهم من المقربين من المعارف، هذا اجمعي المال وسافري، هذه هي الفكره اللي عندهم منين جابوها الله اعلم، ولكن انا على يقين ان الامهات حنا اللي كنربيو، حنا اللي كندوزو واحد الافكار. لا نتزوج خصني نبحث على على سند، ماشي حب، الحب كينتهي، الحب في التعريف ديالو بعدا الا بحثتوا في الحب في المعنى ديالو الحقيقي الحقيقي، الحب راه عنده علاقه فقط بالجنس، راه كنهضر معكم شي مفاهيم عميقه، الا بحثتوا في معنى الحب عنده علاقه فقط بالجنس، حتى في بعض الدول الاجنبيه فاش كيبغيو مثلا ما تيقولوش العلاقه الحميميه، تيقولوا لامور، مثلا حنا في اسبانيا انا تيقول غادي مارس الامور، غنمارس الحب، يا غنقوم بواحد العلاقه مثلا حميميه مع الزوج ولا فهمتي ولا الزوجه، لان الحب صافي كينتهي غير جنسي، كتسالى داك اللحظه صافي كاع داك كنبغيك داكشي، خصني تقولها لي بالفعل، انا قولي كنبغيك بالفعل، انا وقف معايا كون معايا ولد الناس، ما تنساش منين نشرف ويخرجوا لي هذا، منين نكرشي الدله، منين نولد الولد الاول وندير العمليه وما نبقاش شعكوكتي ينقصوا لي هذوك، ما نبقاش زوينه كي شتيني في النهار الاول، نبقى دائما في نظرك كاين داك التقدير، كاين داك الاحترام، هذا هو على ما نحط الراس، هذا هو اللي طحت شي مشكل، اول واحد الو عتقني، الو راني ها شنو واقع لي، الو ها شنو وقع للدراري، الو راني جلست اون بال ما بقاتليش الفلوس، الو هذا هو السند، وانت عاود، لان دابا حنا عندنا واحد الاشياء صعيبه في المجتمع ديالنا، دابا بنادم ولا غير كيطلب يطلب، وانت ماذا تقدم؟ السؤال مطروح عليكم نتوما، لان كنعرف كيتصنتوا لي العيالات بزاف، السؤال مطروح، انا بغيت راجل زوين وكيبغيني وكيعرف بينو وبين الله باش ما يخونني ما هذا ولاباس عليه، هذا اختيار، هذا الرجل المثالي، هذا راه ما يمكنش تلقاي هاد الصفات كاملين في شخص واحد، ولا لقيتهم شخص واحد فهاديك نعمه من نعم الله ورزق ساقو لك الله، لان الارزاق انواع، الزوج رزق والاولاد رزق والمال رزق والصحه رزق والعقل رزق والحكمه رزق والرزانه رزق، بزاف د الارزاق اللي حنا حصرنا للاسف الارزاق فقط في المال، واحد عنده الفلوس كتقول لك هو برزقو، عنده الرزق، الرزق راه مجموعه د الاشياء، الا لقيتي في الزوج فيه بزاف نتاع الصفات زوينين فهداك رزقك، حافظ على النعمه اللي عطاك الله سبحانه وتعالى، ولا لقيتي هكا وهكا كوني متزينه ونخدم. دابا لينا فريد باش نوصلوا لواحد الفيديو اللي يكون مفيد ما يكونش فيه الرغي، انا جيت لالا ودرت ورقه وستيله، جيت هنا ودرت وكتبت فلان عبد الله محمد ما عرفت شنو، حنين ظريف قوام، هادو الايجابيات، ولكن عصبي مي كيتعصب ما كيبقاش يشوف قدامه، ما تيعرفش يهضر معايا، ما تيعرفش يهضر مع الدراري، فهنا غادي نجلس ونحكم عقلي، واش هاد الشيء الا طلقت واش انا نطلق بسبب انه مثلا عصبي، ولا واش مستعده يعني نكون قد فمي قد دراعي
واش ملي غادي نخرج مثلا وغنسمح في المنزل ديالو داكشي، واش غنكون قاده براسي حيت هو اللي قوام عليا مثلا وكيصرف وداكشي. انت شنو، واش تقدري تخدمي؟ واش عندك شي مؤهلات باش تخدمي اولا غادي تخرجي للفساد؟ حيت راه معظم دابا بزاف بزاف حنا ما كنعموش، ولا تجي شي وحده الهضره في جنابها وداكشي اللي كيجي الهضره في جنابها حتى كيكون حق، تيكون فيه واحد جزء من الحقيقه. تنهضروا على العيالات على كل شيء، كاينين معظم بزاف عدد كبير كبير اللي كيطلقوا كيضيعوا كيمشيو كيفسدوا، وللاسف المجتمع متسامح مع هاد النظريه. كتقول لك كضرب تامر على وليداتها، هذيك راه كتقاتل على وليداتها، راه حتى الوالدين حتى الوالدين تيوليو يشجعوا هاد الممارسه، تيقول لك خرجي ضربي تامر، خرجي دبري راسك على ولادك. للاسف فانا نجلس، انا الا كنت غادي انا جالسه في الحلال كنعس الحلال نوض في الحلال ناكل في الحلال ياك، وهاد السيد مثلا فيه داك العصبيه، نحاول نبحث كيف التعامل مع الزوج العصبي، شنو المواضيع اللي كتخليه يتعصبوا، شنو هذا، ونحاول نلقى الحلول. انا كنهضر مع الحكيمات، حنا ماشي مدلولات. المراه اللي كتصبر وماشي داك الصبر عاود ديال هذا، اللي كتخدم عقلها، اللي كتبغي تكبر وليداتها، اللي كتحاول تصلح البيت. كون بغينا نطلقوا كنطلق انا شحال هذيك، ما قلت لكم بعدا عاد اوروبا، مازال اللي في المغرب راه كتطلق مسكينه غير تكرفيس، كيطلق هي وكيطلق معاها ولادها، لا نفقه مسكده لا حتى حاجه. ما حنا بعدا في اوروبا وما درناهاش، ماشي خوفا او ضعفا، الحمد لله راه كتشوفوا اللي كاين، قادين براسنا وبلا راجل نعيش نعيش كما كيقولوا ماديا معنويا، ولكن نفسيا ملي كتكوني مع واحد السيد اللي جبتي معاه واحد العشره والده واحد وليدات وكتشوفي فيه واحد الصفات الايجابيه، فالمراه الذكيه نشوف انا غير حاجه زوينه، وداك الحاجه تكون عندها القيمه بحال القوام، يكون قوام حنين ما كيدوزنيش سند ليا، والله ما نتخلى، واخا يكون عصبي والله انا والله ما نسمح في داري، والله ما نسمح داري. لان شوف خصكم تعرفوا تعايشوا، حنا مع ولادنا ومع انفسنا وفينا بزاف د العيوب كما قلت لكم. السؤال المطروح، وانتي ماشي هو الراجل اللي كنحلم به، وانتي هي المراه اللي كيحلم بها؟ وانتي ما فيكش العيوب؟ وانتي واش قاده فهمتوا؟ يعني الا جات غير كل واحد نغير نفسي انا في واحد الحاجه، ربما تلقاي واحد التغيير من واحد الجهه. هي السيده دابا حنا اللي نموذج هضرنا عليها، عام هو سامح في دار، عام يعني عام وما مفارقين، هي سامحه في دارها، هي مشات لدار والديها وندمت منين تفرقات داك العام. ها هو السيد واخا كيكمي واخا هذاك، ولكن منين جلست وداروا بها القنوت كما كيقولوا، وجربت الجلسه نتاع مراه مطلقه، المراه مسكينه مطلقه ملي كتكون، انا كنتعاطف معاهم، لان ملي كتطلقي ما كيبقى يهزك لا باك لا امك لا اخوك لا والو، واخا تمشي عند اي واحد كتبقاي منبوده، والمجتمع ديالنا كيزيد يكملها ويجملها، يعني كيبقى يتخوف منك. اللي عندها شي راجل كتبقى حاضيه لهذيك مطلقه، هذا بحال تقولي انت راكي غطيري عليهم، انت راكي سمحتي اصلا، انت سمحتي وبنادم يعني كيبقى متخوف منك، مشيتي تخدمي طمعوا فيك، يعني راه عليها ما خاصش بسهوله الانسان ياخذ واحد القرارات، تيكون قدو قدود. وكاينين اللياتي اللي كنشجعهم انا، تنقولهم برافو عليك، صافي شافت الكرامه ديالها كتهان في البيت ديالها، السيد فيه السلبيات ما كيحترم ما كيقدر، هداعيات حاولات دار جمع الطرق باش تعيش، صافي ما بقات عشره، الله يعاون الله يعاون، كتكون لا لا ولاتي كتنوض على الصباح كتقد، الا جاب شي نفقه راه دار الواجب ديالو، ما جابش ما كتعولش عليه، كتهز راسها وولادها وكلشي، وكتكون قاده وخدامه، وتبارك الله كتشوفيها غير من حسن الى احسن. الجمله الشهيره اللي ولات كتقال عندك وتسمعوها، تاع مشى راجل يجيو عشره، منا على 10 درجه لويلي، هذوك اللي عندهم داك الفكر نتاع العهر والفكر الفساد وفكر هنا مخرب، وما عندها لوازع ديني، ما عندها دستور، ما عندها قوانين، ما كتحترم دينها، ما كتحترم ثقافتها، ما كتحترم نفسها، اولا حتى نفسها كتكون نابده باش هي كدير داك الممارسات. كنصحكم لا، غنحكم عقلي، وحتى في حاله بالنسبه للاخوات انا كنعطيكم النصائح في جنب، انا كنصحكم بانك تشوفي الايجابيات، لقيت فيه الايجابيات اللي غتناسبني وقاد داكشي جلسي، وتاش كل واحد راه بعيبه وتعاشري، وحاولي انك تنجحي حياتك، وحسبي هذاك هو التحدي ديالي في الحياه، هاد الاسره والله تنكبرها، هاد الوليدات والله تنكبرهم، هذا شفت راسي واخا عييت ما نعطي ما عرفت شنو درت هاد السيد، حيت كاين واحد النوع ديال الرجال صعيب صعيب تعيشي معاه، يعني مدمر نفسيا، شي نرجسي، شي بخيل، شي واحد قمشاش، البخل
خلي ولادو بالجوع ولا شي واحد اللي يعني ماشي سند. انا كنقول لكم ماشي سند، يعني كيشوفك تضربي وعائلته يعنفوك، هو ما يقدر يدير حتى شي حاجه باش يرد لك الكرامه ديالك ولا بحال هذا النوع هادو. الله يعاون، ولكن قبل ما نكون الله يعاون خصني نكون مؤهله الله يعاون، ونأهل راسي. واللي شافت راسها مثلا كتعيش مع هذا الزوج هذا وكتقول اه مع هذا مستحيل غادي نقدر نكبر هاد الولاد، ولا ندير غيمرضني وغيمرضهم، كيخصني شي حل. انتي معاه وانتي هانتي كندير دبلومات، نحاول نطور راسي، نحاول نبري نفسيتي. بري راسك، راه ما كاين لا 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 فلانه لا فرتلانه، راه الانسان لا بغيتي تغير، الا بغيتي تغير خصك تغيري نفسيتك، خصك تعرفي المرض ديالك وبحثي له على الدواء. الحمد لله الفيديوهات متوفرين تاع الناس اللي كف باش يوجهوك. نبري النفسيه ديالي، نتقف راسي، نتعلم غير في الانترنت، الناس كيعجبوا يعرفوا يديروا العجب، فهمتي. ويرجع هذا اليوتيوب هذا يرجع واحد الحاجه اللي كنستافد منها، اللي غادي يعالجني، اللي غادي يعطيني حلول، ماشي واحد اليوتيوب اللي انا عارفه مشكلتي. راه عارفه راني جالسه مع واحد السيد اللي خصني نتفك بالليل قبل الغدا، وكتجي واحده اخرى كتقول عيشي حياتك دي، وراه عارفه دابا عطيني حلول كيفاش ندير. انا ما عندي ديبلوم، ما عندي قرايه، ما عندي علم، ما عندي مدخول. اذا هذا النوع هذا نتاع النساء اللي ما عندها مؤهلات لا ماديه لا ثقافيه لا دينيه، ما عندها لا وازع ديني لا امكانيات فكريه لا امكانيات ماديه، هادو عرضه، عرضة للأمراض، عرضة للاكتئاب، عرضة للضعف، عرضة أنها تبقى صابرة حياتها كاملة على داك الدل. وعادي يعني ماشي عادي، كتصبر، يعني كتقول لك باسم الصبر، وهذاك ماشي الصبر، هذاك هو الدل الحقيقي. أنني عايشة واحد الأوضاع، واحد السيد اللي ما عنديش معاه حتى غرام يعني الإيجابية، غير السلبي، مأديني أنا ولادي، وكنحس بالأذى وصلني، وأنا جالسة لا على باش نكبر ولادي. وأنت عارفة داك السيد مع داك الولاد مع داك السيد ما غيكبروا لا صالحين لا والو، غيكبروا مرضى نفسيين، غيكبروا مضطربين. الاب اللي كيضرب الام حدا ولادها اكيد غيوقع عندهم اضطرابات، داك الضرب العنيف حتى كيشوف الولد كيشوف امه كتضرب، اه عرفتي راه حنا كبرت شوفي امك كتضرب، راه تقولين عرفتي راه شكل، راه اكيد بنا ما كيوقع له شي كلاكاج. الرجل اللي كيفسد حدا ولادو، اللي كي اما داك كيتعصب غوت ضربو ضربه، ما عرفش يتعامل، ما حفظوش، هذاك الشيء كنا حنا تعايشنا معاهم ونقدروا نتعايشوا معاهم، كيطلع الانسان ماشي كاع مريض. كتبقى لك شي حاجه كتقولي يكون غير تعاملوا معايا هكا، ولكن المهم، ولكن كتلقى مسكين كيجي في العيد كيعيد لكم، كيدير كيصرف كيقاد كيتقاتل معاكم، كيخرج يضرب تمارة على الاب. حنا كنهضروا هذا نقدروا، اما واحد اللي كيضربك حداهم يعنفهم يخسر الهضره يدخل سكران عليهم، هذاك الشيء، هذاك الشيء خصك تلقاي حلول، خصك تاهلي راسك نفسيا. والامهات خصكم بناتكم تقريوهم تعلموهم تثقفوهم تعطيوهم اسس الحياه، لان المدرسه ما غتعلموش كلشي. وغنحط فيديو على المهارات المهمه اللي خصك تعلمي لوليداتك، وما تخافي عليهم حتى حاجه، حطيهم في وسط العافيه الحمد لله، وكتلقاي ربي سبحانه وتعالى غينجيهم بفضل. علاش الله قالنا اقرا قرايه، العلم، العلم راه شي حاجه، ان ما كتعلمي كيولي عندك واحد النضج، كيولي عندك واحد السيده كتهضر وكتقول لك مشاو واحد جيو 10، اوتوماتيك كتجيك بالك كتقول هاد السيده ما عندهاش وازع ديني، اذا ما كتخافش الله، اذا ما ناخذش منها، ما ناخذش منها، كيفاش مشاو واحد يجيو 10؟ فهمتوني؟ شوفوا المنطق، يجيو 10 شنو غيديروا في 10؟ انا مع 10 مع 10، والفساد هذا. هنا هنا خص بنادم يخدم العقل ديالو. ده فالنساء اللي عندها شي لوله، شي عيب في الراجل ديالها، شي حاجه ولكن فيه بزاف الحاجات زوينين، تكمشي بحالاتك وحمد الله، وما تبقاوش نتوما كطيروا وكلشي باغي يطلق وكلشي هذاك، الا لا كنت اختي قاده براسك وقاده بوليداتك، الله يسهل عليك هاد قراراتك، ما يدخل فيك حتى شي واحد. اما انت فاشله ما كتعرفي ديري حتى شي حاجه، جالسه غير كتعرفي غير تطلقي ودنك وتسمعي الفلانه قالت اختي شوفي كيطلقات عاشت حياتها، وانت تعرفي ديري داكشي اللي كدير هي. كاع اللي في اليوتيوب، كاع اللي في اليوتيوب انا شفتهم كيعطيو داك النصائح نتاع الطلقي الطلقي كلهم، هادوك اللي شفت انا باش ما شفت واحد ثلاثه كلهم غا عاهرات راقصات في الزناق تلعات من واحد لواحد من واحد، وما مكرهوش تكون عندهم واحد الاسره، حتى واحد ما كيكره يكون عنده اسره، حتى مرا ما كتكره. انا كنقول لك ما تبحتيش على الحب، ما تبحتيش على الذكر، ما تبحتيش على شي واحد غير خصني نتزوج باش نبان نتزوج، تبحتي على سند، سند، سند كيكون فيه هاد الكلمه جامعه كلشي، فيه الحب، فيه الموده، فيه كلشي.
والله يرزقكم ويصلح بيوتكم ويصلح بيتي ويصلح لي زوجي ويصلح لنفسي ولكم بالمثل كذلك وزيادة، ويرزقكم من حيث لا تحتسبون. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. شكرا لكم.